طبعا قانون الأحزاب السياسية يعني مش محتاج إلى تعديلات جوهرية، قد تكون يعني تعديلات طفيفة جدا لا تمس صلب القانون، لكن يعني القيمة الأكبر في مسألة الممارسة السياسية هنا وقدرة الأحزاب السياسية إن هي تكون موجودة على أرض الواقع. أعتقد إن ده محور مهم جدا يعني هيطرح النهاردة في النقاشات، وهيكون له طبعا وقت كبير جدا، لأن هي المسألة هنا مرتبطة بمسألة يعني هل تستطيع الأحزاب السياسية أن تكون قادرة على تمثيل المجتمع المصري ولا لا؟ النهاردة المحور السياسي كان حافل جدا، ويمكن أنت كنت موجود وشفت يعني في مشدات ومشاحنات، ولكن زي ما أنت قلت أن الخلاف لا يفسد للوطن قضية. كلنا هنتفق جميعا على حب هذا الوطن، كلنا النهاردة جايين متفقين أن احنا نطلع بتوصيات هامة جدا ترفع للسيد رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون تنفيذها على أرض الواقع سلس وسهل ان هو ينفذ. لو اتكلمنا احنا حزب مصر اكتوبر بنوصي طبعا بالدمج، ولكن هذا الدمج له اليات كثيره جدا يجب ان تناقش جيدا حتى لا يحدث خلافات او انشقاقات بين هذه الاندماجات. نناقش اكثر من قضيه، القضيه الاولى هي عمليه تفعيل دور الاحزاب السياسيه على ارض الواقع، هل هي مشكلتها مشكله موارد فلا بد ان يعاد النظر في تمويل او مساعده الدوله لدعم الاحزاب، لان في طبعا عليها نفقات كبيره، واحنا مش عايزين يبقى الاحزاب خاسره على رجال الاعمال والاخر، ولكن لكل اطياف المجتمع المصري. الامر الثاني بنتكلم على الحوكمه، طبعا الاحزاب السياسيه فيها حوكمه عن طريق جهاز المركزي للمحاسبات، عايزين نعدد انشطه الاحزاب السياسيه، عايزين نعيد الاحزاب السياسيه بكل نشاطها السياسي هو المقدمه وليس النشاط الخدمي، لان النشاط الخدمي دايما تبقى الجامعات الاهليه. ايضا بناكد على يعني اهميه استمرار لجنه شؤون الاحزاب، وان تكون لجنه قضائيه كما هي، بس نقويها، نزود عددها، نزود إمكانياتها حتى تستطيع أن تقوم بهذا العمل المهم. يجب طرح قانون جديد للأحزاب السياسية يتسق مع فكر الجمهورية الجديدة، ويعمل على تقوية دعائم الأحزاب وترسيق دعائمها وركائزها في الشارع المصري. لن نصل إلى هذا الأمر إلا بقانون جديد لينظم عمل الأحزاب السياسية. لن نصل لهذا الأمر إلا لو وضعنا عدد من الآليات الحاكمة لحوكمة الأحزاب السياسية من ناحية، من ناحية تانية إعطاء وسائل لتمويل أنشطة الأحزاب أكبر من المتاحة في الوقت الحالي.